اهلا بيكم حبايب بتلرن في كل مكان، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره اخرى. الحقيقه انا بس بقول بشرى لجميع المشتركين في ميدلرن ان ان شاء الله تقرر عوده المحاضرات كامله بتاعت امراض البطنه، الكارديولوجي، الشيست، الاندوكرينولوجي، الروماتولوجي، النفرولوجي، وفي الايام او الاسابيع القادمه هيضاف بقيه الشيست والجي اي تي والهيماتولوجي، كل المجموعه كامله كامراض بطنه. هتلاقوا دلوقتي برضو في البلاي ليست الاكس رايز كذا ليفل، الشيست اكس راي، الكاردياك، الجاسترو انترولوجي الى اخره، الاي سي جي كذا ليفل من بيزك وانترميديت وادفانسد، واسئله جميله وحاجات ان شاء الله تعجبكم قوي. الكلينيكال دايجنوزز احنا شغالين فيها اوريدي، موضوعات الكلينيكال دايجنوزز والسي ام اي اللي هي كونتينوس ميديكال اديوكيشن اللي هي الشورت فيديوز دي برضو هتفضل شغاله، بالاضافه للحاجات اللي اتفتحت كلها كامله ليكم، ادخلوا شوفوها دلوقتي منهج كامل يعني تقدروا. والمفاجاه بقى ان في حاجه قادمه قريبا جدا اسمها الفاست ميد ريفيو، باختصرها اف ام ار. دي هتبقى زي ما تقول مراجعه، ما تقولوا مراجعه سريعه، يعني مثلا الايه الاندوكراين الهايبر باراثايرويديز مثلا بتاخد لها مثلا 40 دقيقه شرح، هات بتتقال في 7 دقائق، يعني يعني بتتقال نفس المحاضره بس سريعه، ومن انا شخصيا كملخص سريع جدا. فروع البطنه كلها الاساسيه بتاع الامتحانات وغيره بتتلم في مده فيديوهات 24 ساعه، لو الانسان قدر يعمل كل يوم 4 ساعات باتقان في المراجعه النهائيه في 6 ايام يكون مراجع البطنه كويس جدا جدا جدا. انا عارف البطنه ماده كبيره، ولكن ان شاء الله مع وجود هذه العوامل المساعده في التعليم والإديوكيشن نعمل نتائج حلوة قوي. ومعايا بأي تعليقات أحب أراءكم دايما، أتشرف بيكم دايما. فرجاء بس إيه، بلغوا كل زمايلكم، كل الأطباء اللي برضو بيهتموا بالموضوع الدراسة عن بعد أو أونلاين، ويا أهلا بيكم معانا، ادخلوا شوفوا البلاي ليست بقى اللي اتفتحت اللي ما كانوش يعرفوها. وإلى اللقاء إن شاء الله مع أمور سارة أخرى قريبا. شكرا جزيلا.